اختتم صباح اليوم المدير العام النائب للشرطة الوطنية أعمال الدورة التدريبية لصالح أفراد الشرطة الوطنية ورجال الدرك الوطني والجمارك حول المراقبة وأمن المطارات ومكافحة الإرهاب. تقرير عبد الله هارون برمحة. في ظل نشاطات التعاون الفرنسي الجدي سيما في مجال الأمن، فقد جاء اختتام فعاليات أعمال الدورة التدريبية التي استمر لمدة أسبوع كامل لصالح بعض من أفراد الشرطة الوطنية ورجال الدرك الوطني وكذا رجال الجمارك، وذلك بهدف تدريب وتأهيل في المجال الأمني. هذا وقد استهلت المناسبة الختامية بكلمة الملحق الأمني بالسفارة الفرنسية، والذي شكر السلطات العليا ومسؤولي الأمن على التعاون والتفاهم المتبادل بين الطرفين. بدوره المدير النائب للشرطة الوطنية بي بيتي جانتيلو أوضح أن هذه الدورة تمكن هؤلاء الأفراد لمراقبة وحماية المواطنين من الممارسات الغير قانونية، وهذا يترجم الرغبة القوية للسلطات العليا وخاصة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو لجعل أفراد الشرطة الوطنية أن تعمل بكل محنية وقادرة على مواجهة كل التحديات الأمنية، وذلك من أجل استيعاب الأساليب والمعارف الدقيقة في الجانب الأمني، مشيرا إلى أن عملية التدريب تمت بدعم وتوجيه من التعاون الفرنسي لتأهيل المشاركين بكل إخلاص لاكتساب المزيد من المعلومات الأمنية لحماية المواطنين.